والأفكار بتاعتها نعرف. طيب بالنسبة لل بي ودي موديلنج، دي أصلا بندرسه. موضوع باختصار إن أنا بالنسبة للمية اللي هو الووتر بوليوشن، لو أنا عايزة أدرس تلوث المية وتأثيرها، لو أنا مثلا عندي مجرى مائي وجاي له أي تلوث، سواء من مصرف مثلا بيصب فيه أو مصنع بيرمي مخلفات فيه أو كده، في حاجة اسمها البي او دي. دي اللي هي حاجة رمز زي ما احنا بنقول كده، بتعبر عن المواد العضوية. لازم اتأكد ان المواد العضوية اللي داخلالي للمصرف ده هي قد ايه، وهل هي في الحدود المسموحة ولا لأ، وازاي اقدر اتخلص منها، او ازاي المجرى المائي ده يقدر يتخلص منها بحيث ان ما يأثرش على الثروة السمكية اللي عندي. تمام. طيب ايه هي بقى البي او دي موديلنج؟ هو البايوكيميكال اوكسجين ديماند. لما اسمع البي او دي ده معناه ان انا هو يعتبر مقياس لكميه المواد العضويه. يعني ما اتكلم بي او دي بكذا مللي جرام برليتر، فانا كده بتكلم على كميه المواد العضويه. يعني ايه المواد العضويه؟ المواد العضويه هي مواد بتبقى قابله للتحلل. يعني مثلا زي الاكل، الاكل انت لو سبته هيتحلل تمام، وهيطلع غازات وبيتحول لمواد تانية. تمام. هي دي أي حاجة بتتحلل بتبقى اسمها مواد عضوية. طيب إيه بقى هو البي أو دي؟ هو كمية الأكسجين اللي بتستهلكها البكتيريا الهوائية. يعني إيه بكتيريا هوائية؟ في أنواع من البكتيريا. في بكتيريا هوائية يعني هي بكتيريا بتشتغل على المواد، بتاكل المواد العضوية تمام في وجود الأكسجين، فعشان كده سميناها هوائية. انما في حاجه نوع تاني اللي هو البكتيريا اللاهوائيه، اللي هي مش بتحتاج الاكسجين عشان تاكل. اوكي، مش لازم الوسط بتاعها يبقى فيها اكسجين. طيب انا دلوقتي عايزه اقيس المواد العضويه، اقيسها ازاي؟ هقيسها مش بطريقه مباشره، يعني انا مش هقدر اقول المواد العضويه هي كذا، لا، انا بقيس حاجه تعبر لي عن كميه المواد العضويه اللي كانت موجوده في العينه بتاعتي. بقيس ايه بقى؟ بقيس كمية الاكسجين. يعني اكشلي انا مش، هي تعتبر مقياس لكمية المواد العضوية، ولكن انا مش هقيس المادة العضوية، انا هقيس كمية الاكسجين اللي استهلكتها البكتيريا الهوائية عشان تأكسد المواد العضوية اللي موجودة في العينة وتحولها لمادة ثابتة. يعني مادة ثابتة يعني مادة مش هتتحلل تاني، يعني جابت اخرها خلاص في التحليل في التحلل. تمام. الكلام ده خلال مدة 5 ايام في درجة حرارة 20 درجة مئوية. تمام. يبقى ده تعريف البي او دي. هل الصوت واضح والناس معايا تمام ولا في مشكلة؟ نكمل. اوكي. طيب ليه مهم ندرسه؟ زي ما احنا قلنا كده عشان نبقى عارفين لو المجرى المائي بتاعي جاله تلوث، نبقى عارفين هنتعامل ازاي معاه، وهل هيحصل فعلا تلوث للمجرى المائي ده ولا ينفع نسمح بالديسشارج ده. لان في حاجه اسمها سيلف بيوريفيكيشن، بمعنى ان المجرى المائي عندي سواء النهر او البحر دايما بيجدد نفسه. مش دايما تسمع الحوار ده ان البحر دايما بينظف نفسه؟ بينظف نفسه ازاي؟ عن طريق ان البكتيريا اللي بتبقى موجوده بتاكسد المواد العضويه، وخلاص المواد العضويه ما بتبقاش موجوده فخلاص بتخلص. تمام. بس احنا بقى عاوزين نشوف البكتيريا اللي هتبقى موجوده وهتاكسد المواد العضويه، هل كمية المواد العضوية كمية معقولة البكتيريا تقدر تاكلها والبي او دي تبقى خلاص زيرو، ولا هتبقى كبيرة قوي لدرجة ان ممكن البكتيريا اللي موجودة في المية ممكن تخلص الاكسجين. يعني في بعض الحالات ان لو عندي، يعني لو مثلا زي مصرف مثلا، ساعات المصرف ده بقى كمية مواد عضوية ممكن تبقى كبيرة فيه، فايه اللي ممكن يحصل؟ البكتيريا تاكل المواد العضويه فهتخلص الاكسجين المذاب في الميه، فلما يخلص الاكسجين السمك هيتنفس ازاي؟ فمش هيعرف يتنفس، فكده احنا بنأثر على الثروه السمكيه. يبقى من هنا جينا وقلنا لا، احنا لازم ندرس البي او دي وندرس بقى تاثيره على المجرى المائي اللي هو البي او دي مدرك. تمام. ونفهم ازاي نتعامل معاه. الدكتور كان شرح في المحاضرة عن البي او دي تيست. تمام.
وقال هو بيتعمل ازاي، فاحنا مش هنشرحه تاني، احنا هنقول بس القانون بتاعه اللي هو بناخد العينة تمام، ونشوف حجم العينة دي قد ايه، اللي هو بيبقى الفوليوم بالملي ليتر تمام، ونقسمه على 300 لان العينة نفسها بتتخفف بمية ما فيهاش اكسجين تمام. بيبقى مية منزوعة الاكسجين عشان ما تأثرش على القرايات بتاعتي او النتيجه بتاعتي. الديزولفد اوكسجين الانيشيال ماينس الديزولفد اوكسجين الفاينل على الفوليوم على ال 300 تمام. والدكتور بقى شرح الكلام ده بالتفصيل. احنا بقى اللي عاوزين نركز عليه النهارده هو الجزئيه بتاعت البي او دي موديلنج، اللي هي الرسمه دي، نحاول نفهمها ونفهم كل حاجه فيها، وبعد كده هنشوف ازاي بسهوله نقدر نتعامل مع المعادلات ونحل اي مساله تجينا. الموضوع ان شاء الله بسيط بس نركز كده ونفهم. على المحور يعني ممكن الدكتور مثلا يقول لك ارسم الكيرف اللي يعبر عن البي او دي موديلنج، هترسم الرسمه دي تمام، حاجه بسيطه خالص، انت لو فهمتها هتعرف تعملها في الامتحان وبتاخد درجات كمان. طيب على المحور الافقي بيبقى التايم، على المحور الراسي بيبقى فيه البي او دي ملي جرام بالليتر. طيب في عندي تو كيرف، الكيرف الاولاني اللي هو ده بيعبر عن ان انا بمرور الوقت البكتيريا بتستهلك اكسجين تمام، والقيمه بتاعتي بتستهلك اكسجين كتير تمام، فكميه الاكسجين اللي بتستهلكها كبيره، يعني هي كانت في الاول كانت زيرو، بعد كده بعد وقت قليل بدأت تستهلك كمية أكسجين، بدأت تاكل يعني، يعني كمية طالما بتستهلك أكسجين يعني هي بتاكل، بدأت تاكل شوية، تاكل أكتر، تاكل أكتر. فهنا الكيرف ده بيعبر كده عن المواد العضوية اللي خلصت أو الأكسجين المستهلك تمام. يبقى أوكي دي ده اللي هو إيه أول كيرف عندي. طب إنما الكيرف التاني ده بيعبر عن إيه؟ سوري، الكيرف الاولاني هو بيعبر عن كميه الاكسجين، انما الكيرف التاني هو بيعبر عن المواد العضويه نفسها اللي هي خلصت. اوكي يعني هو هنا في الاول كان عند تايم زيرو كان كميه الاكسجين المستهلكه زيرو، البكتيريا لسه ما كانتش اكلت، فكان كميه المواد العضويه كلها موجوده اللي هي ال او. بعد كده بمرور الوقت مثلا في النقطه دي كمية الأكسجين اللي استهلكت بقت كترت، لأن هي زادت، البكتيريا أكلت فاستهلكت أكسجين، وفي نفس الوقت كمية البي أو دي المتبقية نقصت. طيب كده إحنا عرفنا الكيرفين دول عبارة عن إيه، نيجي بقى نفهم الواي والإل والإل هم عبارة عن إيه. الواي تي اللي هي الجزئية دي مثلا لو وقفت هنا هو البي أو دي يوزد أت تايم تي، أوكي زي ما إحنا شايفين هنا كده، خلينا مع الواي تي دي مالكش دعوة بالفوق، أنا مع دي الواي تي العادية كأن الرسمة التانية مش موجودة. الواي تي دي هو البي او دي يوزد ات تايم تي اللي هو كمية الأكسجين المستهلكة تمام خلال تايم معين، اتفقنا زي ما احنا قلنا ده اللي هو ايه كونسيومد، اوكي ده اللي هو استخدم، البي او دي اللي استخدمت أو الأكسجين اللي استخدم أو اللي استحق. اوكي طيب في بقى الواي يو هو B و D used at time infinity اللي هي B و D ultimate، بمعنى أن أنا دلوقتي لو عندي عينة تمام وفي عندي بكتيريا هتاكل المواد العضوية اللي عندي دي، هتفضل تاكل 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 وكمية الأكسجين هتفضل تزيد تزيد تزيد، وبعدين هنوصل لمرحلة أن خلاص ما بقاش في زيادة في الكيرف بسبب أن المواد العضوية خلصت، فالبكتيريا مش لاقي حاجة تاكلها فما بتستهلكش أكسجين، فنلاقي الكيرف بقى ايه رايح كده هو بقى ثابت، وده عند التايم انفينيتي. عند التايم انفينيتي البي او دي هيبقى قيمته ثابته اللي هي كميه الاكسجين اللي خلصت. بنطلق على البي او دي يوز ات تايم انفينيتي بنطلق عليه باسم بي او دي التيميت، وبنحط اليو دي عشان هي تبقى التيميت، ونركز بقى على البي او دي التيميت دي لان احنا هنحتاجها كتير قوي في المعادلات. فالبي او دي التيميت هي دي كان الريفرنس بتاعي في أي حاجة أنا هشتغلها بعد كده، ونفهم يعني إيه ريفرنس كمان شوية. طيب كده إحنا خلاص اشتغلنا على الكيرف الأولاني، الكيرف بقى التاني اللي هو ال LT، إيه هو ال LT؟ BOD remaining at time T، يعني ده كمية المواد العضوية تمام اللي هي متبقية عند الوقت T. يبقى أنا هنا هو عند الوقت T
انا كميه الاكسجين اللي استهلكتها كانت واي تي، وكميه المواد العضويه اللي لسه بقى متبقيه او لسه البكتيريا ما خلصتهاش هي ال ال تي. طيب ال ال نود هي بي او دي ريميننج ات تايم زيرو. انت في البدايه خالص كميه المواد العضويه اللي موجوده هي ماكسيمم، انا ما فيش اي حاجه استهلكت، فهي دي ال ال نود اللي هي برضو بي او دي التيميت. تمام، يعني دي او دي هي نفس القيمه اللي هي بي او دي التيميت. طيب من الكلام اللي احنا شايفينه ده هنلاقي ان الواي تي اللي هي الجزئيه دي هي اهي من هنا كده، الواي تي زائد ال ال تي بيساوي ال ال نود، ف دي هي القيمة دي، وال L node هي ال BOD ultimate. تمام كده احنا فهمنا الكيرف وفهمنا كل حاجة فيه هي عبارة عن ايه. حد عنده مشكلة في الجزئية دي؟ هنقول تاني باختصار كده، ده كمية الأكسجين اللي استهلكتها البكتيريا، تمام، فهو بيزيد لأن البكتيريا عمالة تاكل في الأكل بتاعها اللي هي المواد العضوية، إنما ده بيقل لأن كمية المواد العضوية اللي هو الأكل عمال بيقل مع مرور الوقت. ده باختصار. يبقى أنا عندي البي أو دي هي عبارة عن إيه؟ إن في عندي بكتيريا وفي أكل، والبكتيريا دي عشان تبقى موجودة وتعيش وتعرف تاكل لازم يكون في أكسجين. يبقى نربط كده الثلاث حاجات، الأكسجين لازم يكون معاه، البكتيريا لازم تكون معاها أكسجين، ولازم يكون معاها بي أو دي اللي هو الأكل بتاعها عشان تعرف تعيش. تمام؟ حد عنده مشكلة قبل ما ننقل على الصفحة اللي بعديها؟ مش منسين حد يرد عليا بس أعرف كده إن أنتوا سامعيني والصوت ماشي كويس؟ آه تمام يا باشمهندس. تمام. طيب من الكلام اللي إحنا لسه قايلينه، احنا قلنا ال YT زائد ال LT بيساوي ال L node اللي هي ال B وD ultimate. اوكي طيب في بقى معادلة عندنا هي دي الأساسية، ان ال B وD ultimate بيساوي ال B وD عند اي تايم مقسومة على 1 minus ال E minus minus K في ال T. يعني ايه الكلام ده؟ ال B وD ultimate اللي هي اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي بتبقى بتاعت الماكسيمم اللي هي فوق خالص. تمام، اي بي او دي عند اي وقت، تمام، اقدر انسبه للبي او دي التيميت. تمام، مش كل قيمه من هنا، لو انا مثلا عايزه اجيب البي او دي اللي هنا هقدر اجيبها وهيبقى قدامها بي او دي التيميت خاص بيه، يبقى كل بي او دي عند تايم معين قدامها بي او دي التيميت. تمام، فعشان كده قلت لك في الاول خالص ان البي او دي التيميت هي دي الريفرنس بتاعنا. بالنسبة بقى للرموز ال L وال T وال Y، ال L قصدي وال Y والحاجات دي لو عاوز تشتغل بيها اوكي، بس يعني انا بقى مسمية كل حاجة باسمها. ان في المعادلات ان هنا هتلاقي ان ال L نود، احفظ برضو ان ال L نود اللي هي ايه؟ ال B و D ultimate. اوكي، يعني ال L نود هي ال B و D ultimate. اللي محتاج بقى تحفظه او تفهمه من المعادلات، لان المعادلات دي هتكون given تقريبا في الامتحان، ان الالتيميت اللي هو الريفرنس بتاعي انا ممكن اقدر اجيبه من خلال اي تايم للبي او دي لو عندي الداتا، اي تايم يعني البي او دي لو موجوده عندي خلال تايم معين اقدر اجيب منه البي او دي التيميت. اوكي، والكي اللي هو معدل نشاط البكتيري اللي هو زي ما تقول كده ان البكتيريا دي ليها نشاط، تمام، فالنشاط ده مرتبط بدرجات الحرارة، لما درجات الحرارة بتزيد النشاط البكتيري بيزيد، فهي ترم كده اهو. اوكي، ليه المعادلة دي ودايما هنحتاجها في حل المسائل. اوكي، والتي ده اللي هو التايم، انما كي ده مرتبطة بدرجة الحرارة. المعادلة بقى بتاعت الكي هو لو انا عاوز اجيب كي بتاعت درجة حرارة معينة، هي بتساوي K عند درجة حرارة 20 في سيتا الكل أس درجة الحرارة اللي أنا عاوزاها ماينس 20، والسيتا ده رقم محفوظ 1.047. طيب K عند درجة 20 هو برقم برضو محفوظ 0.23 دي أس ماينس 1، يعني مقلوب اليوم، والK والسيتا الرقمين دول نحفظهم لأن هو مش هيديك الرقمين دول في الامتحان. تمام، يبقى أنا أول معادلة أحفظها في البي أو دي
موديلينج هي معادلة دي تمام، وهي بتاعت الالتيميت ازاي ان انا لو عندي في ودي في اي وقت واي درجه حراره اقدر احولها للريفرنس بتاعي اللي هو الالتيميت تمام. دي اول حاجه، وطبعا الكي بتاعتها لازم نبقى حافظين المعادله دي تمام. الحته دي كده لازم نبقى عارفينها، الكي عند 20 بكام، وكي عند اي درجه قانونها بكام. طيب في برضو معادله تانية كده، يبقى احنا ما عندناش غير معادلتين بس هنستخدمهم في المسائل ان شاء الله بتاعت البي او دي موديلنج. المعادلة التانية هي ال LT بيساوي L نود في E minus K في T. يعني لو أنا عندي بما إن هي L فده معناه إن هي B و D ultimate. أوكي، فهنا في ultimate وهنا في ultimate. ال ultimate لو أنا عايز أجيب ال B و D ultimate تمام عند نقطة معينة في الستريم بعد النقطة B. يعني لو أنا عندي نقطتين وعاوز أدرس الـ B و D عند كل نقطة فيهم زي ما هنشوف بعد كده في المسائل، بستخدم المعادلة دي أوكي عشان ننقل من نقطة لنقطة تانية في الستريم نفسه. هنوضح القانون ده في المسألة المناسبة لي أوكي. طيب في حاجة برضو كنا كنت عاوز أقولها، إن البي او دي طالما هو ما جابش سيره وقال لك البي او دي في المساله برقم مثلا 20 او 100 مثلا ملي جرام بالليتر وسكت، فده معناه ان هو بي او دي اللي متقاس خلال خمس ايام في درجه حراره 20 تمام، لان هو ممكن يغير عدد الايام وممكن يغير درجه الحراره. بس طالما المعلومات او البي او دي هو قالها من غير اي داتا فهي فور جرانتد كده، هناخدها 25 اوكي. كده احنا خلصنا خلاص الجزء اللي هو النظري، نيجي بقى نخش على الجزء اللي هو المسائل اوكي. ثانيه واحده بس افتح الشيت. طيب هو في أول مسألة بيقول يعني يا ريت تفتحوا الشيت معايا. الـ BOD analysis test is carried out for a sample collected at point A. بيقول السامبل دي الفوليوم بتاعها 30 ملي تمام، وكان زيرو كان معاها زيرو dissolved oxygen، وبعدين خلطها ب 270 مللي يعني كده اجمالي الحجم 300 من ميه، كان فيها ديزولفد اكسجين بتاعها 10 مللي جرام. وبيقول ان الفاينل ديزولفد اكسجين اللي متقاس في الاخر خالص هو 4 مللي جرام خلال 7 ايام، ودرجه الحراره كانت 32. فكده انا هطبق القانون بتاع البي او دي تيست تمام، والرقم اللي هيطلع هو هيبقى بي او دي خلال 7 ايام ولدرجة حرارة 32 درجة مئوية اوكي. طيب هو بقى مطلوب بيقول ان احنا نعمل determine البي او دي 5 لدرجة حرارة 20. طيب انا دلوقتي عندي بي او دي لسبع ايام ودرجة حرارة 32، عشان اقدر اجيب اللي هي 25 محتاج اوصل للريفرنس، من الريفرنس هقدر اعمل الـ BOD 25. طيب الـ BOD الـ ultimate هو تعويض في القانون اللي هو فوق خالص ده اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو بتاع الـ reference. هحط الـ BOD بتاعتي اللي طلعت لي، وهركز بقى في التايم ودرجة الحرارة اللي مقابلة ليه. فأنا حطيت BOD قيمتها لسبع أيام، يبقى هحط هنا T 7 ودرجة حرارة 32، يبقى هحط K بتاعت الـ 32، ونعوض في القانون اللي احنا قلنا عليه اللي هو 0.23 في 1.047 في طرح درجات الحرارة من بعض، نطرح من العشرين تمام. كده انا بقى معايا الـ BOD ultimate. طب تمام، هجيب بقى الـ BOD 5 20 منين؟ من نفس القانون اللي هو ده
عشان كده القانون ده هو الجوكر بتاعي. انا عاوزه دي بقى، انا عاوزه عند تايم معين اللي هو تايم 5 ايام ودرجه حراره 20 ومعايا الالتيميت، يبقى انا قدرت ايه اجيب اضرب الاثنين دول القيمتين دول في بعض، يبقى انا كده قدرت اجيب اول مطلوب. تمام، حد عنده مشكله؟ في مسألة رقم 4 عاوزين بقى نشوف فكرتها. هي فكرتها اللي أنا عندي نقطتين، جايب لي الستريم بيقول لي في نقطة A ونقطة تانية اسمها B. النقطة الأولانية مديني داتا عندها بيقول لي إن B و D 7 25 بيساوي 100، وعاوز اللي عند بعد مسافة معينة عند النقطة التانية اللي هي ال B عاوز يعرف بقى ال B و D 5 20 بكام، ومديني المسافة بعد ما بينهم 6 والفلوستي 2 ودرجة الحرارة بتاعت الستريم هي 15. طيب مبدئيا كده أول حاجة هنعملها إن أنا لما يكون عندي بوينت تمام في المسألة اللي هي يبقى فيها عندي أكتر من بوينت، أول حاجة هجيب الـ بي ودي ألتيميت، لأن هي دي اللي من خلالها أقدر أشتغل في المسألة. عشان أقدر أنقل من نقطة A لنقطة B لازم هشتغل بالـ بي ودي ألتيميت. فاكرين لما قلنا القانون التاني ده بتاعت النقط المختلفة، هو ده اللي أنا هستخدمه. يبقى لما يكون عندي نقطتين مختلفتين وعاوزة أعرف البي ودي هعرفه من خلال القانون ده، بس لازم لما أخش بيه أخش بالبي ودي ألتمت. تمام، عشان أخش بالبي ودي ألتمت يبقى لازم هجيب على عند البوينت 8 إيه سوري عند البوينت A أجيب البي ودي ألتمت. تمام، طيب بالنسبة للبوينت A درجة الحرارة كان 25، فجبت الكي عند 25 وقدرت أحسب الـ بي ودي ألتيميت بكي. أوكي، عند بوينت بي عشان أروح لها أصلا أوكي هضطر أحسب أستخدم القانون اللي إحنا اتفقنا عليه اللي هو بتاع الـ ال بي الـ ال بي ودي ألتيميت للنقطة بي اللي أنا هروح لها، هو عبارة عن الـ ال اي القديمة مضروب في E ماينس K في T، وال K هي درجة الحرارة بتاعت الستريم مش بتاعت النقطة A ولا بتاعت النقطة B، درجة الحرارة هي given اللي هي 15. تمام، عشان كده هنا أنا حسبت النقطة بتاعت الخطوة دي هي K 15 اللي هي بتاعت الستريم. كده يبقى أنا جبت ال B و D عند B الألتمت. تمام، من خلال الألتمت أنا لو وصلت لها هقدر أحسب بسهولة اي حاجة تانية عندي اللي هي استخدام القانون ان انا هضرب الـ BOD ultimate اللي انا طلعتها في الجزئية دي واطلعها. في حاجة برضو هنا احنا عديناها من غير ما نقولها، ان الـ T اللي هو الـ time اللي في القانون ده هاخد any time. انا دلوقتي عاوزة اروح من النقطة A اروح للنقطة B، فالـ time هو الوقت اللي انا اللي المية هتمشي من النقطة A للـ B، مديني مسافة ومديني سرعة من خلالها أقدر أعرف التايم. الماية مشيت من النقطة A لB 3 أيام، فعشان كده القانون نركز إحنا هنحط فيه إيه عند نقطة A. هي المعلومات اللي مديها لي إن هي 25، خلاص يبقى هي دي اللي أنا هحطها هنا. أوكي، عند نقطة B عشان أروح لB همشي في الستريم، يبقى هشوف درجة حرارة الستريم تمام، وهشوف الأيام اللي هتمشيها المية من النقطة دي للنقطة دي اللي هو 3 وهنا 15. إنما عند النقطة B هو عاوز عند درجة الحرارة 20، فهنا هتبقى الكي بتاعت العشرين. نركز بس في التركية دي عشان تطلع الأرقام بتاعت المسألة صح، لأن هي أصلاً المسألة يعني أنت متخيل إن إحنا قانون واحد عمالين نعيده ونشقلبه عشان إيه، أو قانونين من خلالهم بنقدر نحل أي مسألة عندنا بالنسبة للجزئية بتاعت الـ BOD model. فهو يعني نتعامل مع الموضوع ببساطة ونفهم إن الـ BOD ultimate هو المفتاح بتاع حل أي مسألة. أي حاجة تجيلك هتحولها الـ BOD ultimate، ولو أنت عندك نقطة تانية هتحولها برضو الـ BOD ultimate، وبعد كده تقدر تجيب المطالب اللي هو عاوزها. تمام؟ درجات حرارة مختلفة وأيام مختلفة، عدد أيام مختلفة. طيب مسألة، نعم؟ حد عنده مشكلة؟ طب علي صوتك بس يا باشمهندس عشان مش سامع صوتك كويس. طيب هو الكيهات اللي هي الكي 25 وكي 15 وكي 20 دي بس تاني، انا مش عارف
استخدم امتى كل واحده مع صح كده، مش عارف تستخدم كل حاجه امتى صح. الكهات. طيب تمام، هو دلوقتي في البوينت 8 تمام، هو مديني معلومه بيقول لي ان البي دي 7 25% عند النقطه ايه، وانا دلوقتي قلنا عشان نبتدي نحل المساله هنحول لالتيميت. طيب انا عندي معلومات تانية عن النقطه ايه بدرجه حراره مختلفه عن ال 25. خلي بالك هو لما بتتكتب بالمنظر ده اللي جوه هنا ده درجه الحراره واللي بره هنا دي الايام تمام. يمكن انا ما قلتش الجزئيه دي معلش فاتت عليا، بس اي حاجه هتتكتب بالاسلوب ده بتتكتب تحت ده عدد الايام 7 وفوق هنا ما بين القوسين ده بتبقى درجه الحراره تمام. زي ما اتكلمنا كده في الاول خالص قلنا طالما هو ما قالش اي حاجه يبقى الديفولت بتاعي هو 5 ايام في درجه حراره 20، ده اللي هو اصلا تعريف البي او دي. بس هو مش مديك بي او دي وساكت او بي او دي بالمنظر ده، لا هو مديك خلال 7 ايام ودرجه حراره 25. فبما ان المعلومات اللي عندي متاحه عن الايه ان هي درجه حرارتها 25، فانا لما اجيب البي او دي التيميت تمام هستخدم درجه الحراره اللي هي 25 اوكي وسبعة ايام تمام. الكي والتي هما بتوع دوله اللي هجيب منهم البي او دي التيميت اللي هو الريفرنس بتاعي تمام كده الخطوه دي تمام تمام. طيب عشان بقى اروح انا كده بقى معايا الالتيميت للاي، عشان اروح بقى للبي تمام في قانون هستخدمه اللي هو البي او دي التيميت بتاعت البي يساوي البي او دي التيميت بتاعت نقطه A في الاي ماينس الكي في التي. طب حلو هناخد اني كي وهناخد اني تي، هناخد الكي والتي بتاعت الاستريم بتاعت رحله الميه من نقطه A لنقطه B. طيب تمام الكي درجه الحراره هو مديها لك ب 15 تمام، فعشان كده انا هنا في النقطه دي حسبت الكي 15. طيب تي الميه سافرت قد ايه او مشيت قد ايه، مشيت مسافه 6 كيلو وكانت الاستريم بتاعي الفيلوسيتي بتاعه 2 كيلومتر بير داي. الفيلوسيتي عندك هو عباره عن ديستنس على التايم، فتقدر تحسب التايم بتاعك اللي هو 3 دايز. يبقى الميه مشيت من النقطه A لB 3 ايام. عاوز يعرف بقى لما الميه تمشي 3 ايام تمام وقت 3 ايام البي او دي عند النقطه B هتبقى كام، دي المساله. مش احنا قلنا ان احنا عاوزين نعرف البي او دي عشان نعرف الاستريم بتاعنا ده هيتاثر الثروه السمكيه بتاعته هتتاثر ولا لا، هل بي او دي هتبقى كتير قوي ولا هتبقى قلت. هي دي بقى الدراسه بتاعتنا، احنا بنطبق اللي احنا بنقوله بنطبقه بمساله اوكي. فكده احنا وصلنا خلاص ان البي او دي عند البي تمام خلاص جبناه. وخلي بالك اللي هو ال اللي هو البي او دي، فهو انت مش بتجيب بي او دي 5 20، لا انت بتجيب بي او دي التيميت. القانون ده فاليد بس للبي او دي التيميت. يبقى لما نيجي نحط هنا ال اي قيمه ال ال اي اللي هي علامتين صح اللي هي دي بي او دي التيميت دي بتاعت ال اي تمام. تمام يا باشمهندس تمام. بعد كده اهو جبنا البي او دي التيميت خلاص عند النقطه بي. حلو قوي، من البي او دي التيميت انا بقدر اعمل اي حاجه بقى تانية، اجيب اي بي او دي هو عاوز 5 ايام و20 خلاص. يبقى استخدم بقى الالتيميت اللي هو من القانون ده تمام، ده المطلوب. وانا عندي البي او دي التيميت يبقى احط الكي والتي اللي هو عاوزهم، عاوز كي بتاعت 25 وتي 5 ايام، عاوز بقى 7 ايام 10 ايام اللي هو عاوزه. عشان كده الريفرنس بتاعي اللي هو البي او دي التيميت، اجيب البي او دي التيميت واللي هو عاوز اعرف اعمله من القانون ده طرفين في وسطي تمام. تمام انت عندك بس قانونين، القانون ده احنا مش هنشتغله غير لما يكون عندك ستريم وبيقول لك في نقطه A ونقطه B، يبقى ده هيبقى خلاص يبقى تعرف كده المساله دي لازم هيخش فيها القانون ده، وده طبعا شغال في اي حاجه تمام كده. تمام تمام. طيب المسألة رقم 5 هي زي المسألة اللي قبل كده، بس زود حاجة، زود على الستريم دخل ويست ووتر تمام ليها كيو وليها بي او دي. المسألة رقم 5 هي مش شبه اللي في الشيت، هي واحدة شبهها تمام،
وهنقول على الأفكار بتاعت الشيت وإحنا ماشيين، بس هي شبهها قوي يعني، اللي هو إيه، بيدي ستريم ويدي الكيو بتاعتك قد إيه، وبيدي عند النقطة إيه، بيدي ال مثلا، أو اللي هو ال اللي هو البي أو دي ألتمت أو البي أو دي 5. هو في المسألة عندك في الشيت جايب البي أو دي 5، تمام. طالما جايب البي أو دي 5 يبقى أنا هحولها للألتمت. فهنا أنا مسهلة يعني الإكزامبل ده، هو مسهلة عليا ومديني البي أو دي ألتمت على طول. طيب بالنسبة بقى للويست ووتر، أنا لو عندي ستريم وكأن في مصرف مثلا أو في ويست ووتر جايالي على الستريم ده وعاوز أعمل دراسة، تمام، بعد النقطة إيه اللي هي النقطة إيه اللي هي دي، عاوز أعرف بقى بعد خلال 3 أيام عند النقطة بي الدنيا هتبقى عاملة إيه، تمام. بس هي دي المسألة، ومديني بيانات بتاعت الويست ووتر، مديني الكيو، مديني التصرف، ومديني بي أو دي 5. طبعا مديني بي أو دي 5 بقى أنا هحولها برضو الألتمت. أوكي، طيب بالنسبة بقى المسألة دي، في حاجة هي جدت علينا ان انا يكون عندي ويست ووتر داخلي على الستريم بتاعي، تمام. انا لما عاوزة استخدم القانون بتاع النقطة من A ل B اللي هي بتاع النقلة، قانون النقلة ده، لازم ابقى عندي بيانات للبي او دي ألتمت بتاعت نقطة A. حلو، طب البي او دي ألتمت اللي هي هتبقى ايه، اني واحدة اللي هي قبل مع الويست ووتر ولا الويست ووتر نفسه ولا بعديها؟ حد يجاوبني بقى. يعني دلوقتي عايز استخدم القانون بتاع دي ألتمت، نقطة ايه بالنسبة لي اللي هجيب منها نقطة بي، هي هتبقى الألتمت بتاعها هو فين، بعد الميكس ولا قبل الميكس ولا عند الويست ووتر؟ طب ثانية واحدة باشمهندس،
باشمهندسين معلش بعتذر عن اللي حصل. بالنسبة للمسألة دي كنا بنقول ان في ويست ووتر داخل على الستريم بتاعي، فلازم هعمل له ميكس عشان اقدر احدد البي او دي عند البوينت A. لازم اعمل البي او دي للميكس، الميكس بتاع الويست ووتر مع الستريم، الاثنين دول مع بعض اعمل لهم ميكس بحيث اشوف البي او دي الجديدة اللي طالعه لي just after the waste water بكام. تمام. طيب ببساطة شديدة لو انا عندي Q وتركيز Q1 وC1 وعندي تصرف 2 وتركيزه اللي هو C2، الاثنين مع بعض لما يندمجوا هيبقى Q1 زائد Q2 اللي هو اجمالي التصرف، وC3 ده التركيز الجديد. تعالوا بس نشوف كده خطوات المسألة بقى عاملة ازاي. بالنسبة للويست ووتر هو مديني كيو 0.2 متر كيو متر كيوب بير سكند، والبي او دي 5 ب 140. تمام. فأول خطوة عملتها ان انا جبت البي او دي التميت، تمام، اللي هو ال بتاع الويست ووتر، تمام، وجبته خلاص. طيب كده انا عندي ال او البي او دي التميت بتاع الويست ووتر، تمام، من دي، وعندي البي او دي بتاع البوينت A بس قبل الويست ووتر، وهعمل بقى الاثنين مزج، تمام، واشوف بعد ما الويست ووتر دخلت غيرت البي او دي التميت وبقت كام عن طريق القانون ده. تمام. اللي هو ده انا مطلوب عندي اللي هو التركيز الجديد اللي هو البي او دي بتاع الميكس. تمام. هو عبارة عن كيو واحد اللي داخلي لي اللي هي اربعة في العشرة اللي هو جيفن بي او دي التميت بلس الاو بوينت تو اللي هي بتاعت الويست ووتر في البي او دي التميت بتاعتها اللي انا جبتها من الجيفن اللي هو مديهولي بتاع البي او دي 5 20 140 مقسومة على اجمالي التصرفين مع بعض. يبقى انا كده جبت ال L mix او ال L A just downstream point A. يبقى انا لما اجي اشتغل زي بقى المسألة السابقة بالظبط لازم هعمل حوار الميكس ده عشان اجيب ال BOD ultimate بتاعت النقطة A. طيب انا جبت ال BOD ultimate بتاعت النقطة A كده خلاص، يبقى المسألة هتبقى زي اللي فاتت بالظبط عند ال point B عشان بقى اروح لل point B وعوض في القانون بتاع ال L B بيساوي ال LA في ال E أس K في ال T. هنشوف بقى درجة الحرارة وعدد الأيام اللي هتاخدها المية عشان تمشي من النقطة A للنقطة B. درجة الحرارة 3 أيام، سوري، درجة الحرارة 15 وعدد الأيام 3، دول اللي أنا هعوض فيهم في القانون زي ما عملنا هنا بالظبط. تمام. عشان كده انا ما كتبتوش تاني، المفروض طبعا الحاجات دي تتحلوها، انا بقول لكم بس الافكار كده ايه المفروض انتوا تظبطوا الدنيا. وبعد كده هو لما بنجيب كده، عشان كده انا حسبت هنا الكي 15 عشان الاستريم بتاعي هنا درجه حرارته 15 وهو مديك الايام، فتقدر تحسب ال ال بي ومنها تقدر تجيب له البي او دي 5 20 اللي هو ايه عاوز. طيب بالنسبة للمسألة اللي في الشيت هي مختلفة شوية، طلعت دي اللي مختلفة عن الشيت مش المسألة اللي فاتت، سوري، المسألة دي هي اللي مختلفة عن الشيت في بعض الداتا. درجة الحرارة بتاعت الستريم هنا اللي هي بتاعت المية اللي هتمشيها من A ب B هي هنا جيفن، تمام، ب15، لا في الشيت مش جيفن، فبما انها مش جيفن هعمل برضو معاها نفس القانون اللي انا عملته هنا ده، لان التركيز هنا التركيز لاي حاجه بقى بي او دي درجه حراره ايا كان، هقول ان التصرف اللي جاي لي بالستريم في درجه حرارته هو جيفن بلس التصرف اللي جاي لي من الويست ووتر في درجه حرارته وهو جيفن برضو في المساله بتاعت الشيت، وهجمع الاثنين على بعض عشان اقدر اجيب درجه حراره المجرى المائي بعد الميكس، تمام، اللي انا هستخدمها في الخطوه دي. انا في الخطوه دي انا محتاجه درجه حراره عشان اجيب ال ال بي من ال ال اي بالقانون اللي احنا اتفقنا عليه.
باشمهندسي الدنيا واضحة ولا لأ؟ وماشية بسرعة؟ لو في أي مشكلة أنا ممكن أشرح أبطأ أو أشرح تاني، مفيش مشكلة. الناس معايا ولا لأ؟ اه محرك يا باشمهندس. تمام. طيب مسألة رقم 6، هو برضه هيبقى نفس الحوار. هو كده يعني يعتبر مفيش فكرة، خلاص انت كده متعرفش تحلها، المفروض كل المسائل تعرف تحله. مسألة رقم 6، هو مديك السامبل فاليو، ومديك الديليوشن ووتر كام ملي، ومديك درجة الحرارة، ومديك عدد الأيام اللي قعدتها في الانكوبيشن. دي اللي هي سامبل 1، اوكي. فمن سامبل 1 الداتا اللي عندي هعمل القانون بتاع البي او دي تيست، اللي هو القانون العادي خالص، وهقدر اجيب البي او دي لخمس ايام و20 درجه، لان هو ده اصلا اللي حصل فيه الاختبار. سامبل 1 و2 و3 هم بيقول ان هم كلهم ليه، يعني هم سامبلز مختلفه بسبب الاحجام، لان هم كلهم مأخوذين من نفس العينه، ده اللي هو مكتوب في المساله يعني. فالمفروض لو انا جبت البي او دي التيميت بتاعه سامبل 1، تمام، المفروض البي او دي التيميت دي هتبقى valid لسامبل 2 وسامبل 3، لان هي نفس العينه بس انت واخد فوليوم مختلفه. بما انك واخد فوليوم مختلفه من نفس العينه، كميه المواد العضويه هتختلف، تمام. لكن البي او دي التيميت للتلاتة هيبقى واحد، لان الالتيميت ده احنا اتفقنا اللي هو بعد تايم انفينيتي، فيبقى هما التلاتة زي بعض. طيب يبقى من سامبل 2 المطلوب عاوز يعرف عدد الايام اللي هي ار 2. ار 2 مش عارفاه عدد الايام، لكن عارفه درجه الحراره، اوكي. ومعلومه عندي البي او دي التيميت زي ما احنا اتفقنا من السامبل الاولانيه، لان هم كلهم اصلا نفس العينه. ف بالتعويض، وهاخد لن للطرفين، يعني نضرب الاثنين دول كده في بعض، طرفين في وسطين، وناخد لن للجزئيه دي ولن للجزئيه دي، هنقدر نجيب ار 2، تمام. حد عنده مشكله؟ والكي هو مديك درجه حرارتها اللي هي 15، وتقدر ايه تجيبها بسهوله. بالنسبة لسامبل رقم 3 هيبقى نفس القانون برضو، بس المطلوب هو درجة الحرارة مديك الأيام. فإحنا المفروض خلاص فهمنا الفكرة بتاعة تعويض في القوانين. برضو مسألة رقم 7 نفس الكلام، ما فيهوش أي مشكلة. أنت هتعرف مثلا هو بيقول لك عندك نقطة A ونقطة B ومسافة ما بينهم 3 كيلو، يبقى طالما عندي رحلة كده يبقى أنا هستخدم قانون اللي هو التاني اللي احنا كنا معلمين عليه، اللي هو قانون المسافات، تمام. هو بيقول لك عاوز الديكي ريت، فأنت هتحسب الكي للستريم، وبعد كده بيقول لك البي او دي 10 عند درجة حرارة 15 عند الـ A، تقدر تحسبها من البي او دي ألتيميت. ثانية كده نجيب اهو هنا، خلينا هنا نقولها تاني، اللي هنا التي 3 هنعوض في نفس القانون، بس بمعرفة بقى انا عندي الايام 8 ايام، عاوز اعرف درجة الحرارة هي كام، اوكي. فكده احنا من خلال البي او دي التيميت هنقدر نجيبهم. بالنسبة بقى مسألة رقم 7 برضو نفس الكلام، هي ما فيهاش اي حاجة، هتقعد تمشي، هتقعد تجيب هنا ال LA، هو البي او دي التيميت في درجة حرارة 25، اهو مديك اهي درجة الحرارة، عند البي هو 60، تمام. طب انا لو عايز اعرف بقى بي او دي عند الاي، هعرف اجيبه عادي عن طريق ان انا اعوض في نفس القانون، بس هيبقى المعلوم عندي هو ال ال بي اللي هي دي. دي هي عندي اللي هي النقطة الجديدة اللي انا هروح لها. يبقى خلي بالنا في القانون ده، دي النقطة الجديدة اللي أنا هروح لها، ودي النقطة القديمة، أوكي. يعني هنا ممكن نخلي دي A وممكن نخلي دي B، يعني دايما بنشوف النقطة اللي احنا هنروح لها، أوكي. فمعلش بقوا صلحوها بقى الجزئية دي، هي من ال B و D ultimate B، من نقطة A أنا بروح لل B، أوكي.
فهو مديك البي، مديك اصلا اللي احنا كنا دايما بنجيبها، فتقدر تجيب الاي عادي. بس يعني ما فيهاش اي مشكلة. وبقى مديك بقى عاوز ايام مختلفة عن درجات حرارة مختلفة، هتعرف برضو تعملها عن طريق البي او دي التود. طيب هنا بيقول بعد مسافة اكس، تمام، عاوز البي او دي عند النقطة اي ما تبقى 5 ميلي جرام. اوكي، برضو هنعود في نفس القانون ما بين ال ال دي وال ال اي. هنقول ال ال اي بتساوي ال ال دي في ال اي اس كي تي. اوكي، ال ال دي من اللي فات انت تقدر توصل له، اللي هو البي او دي التيميت عند النقطة دي، ومديك البي او دي التيميت عند النقطة اي، ودرجة الحرارة بتاعت الستريم تبقى كام؟ هو هنا مش مبينها، فاحنا ممكن ناخدها زي النقطة مثلا سي، وناخدها 20. فتقدر تجيب سوري اهو، ايوه سوري، 20، هي 20، لان هو بيقول لك الاكس such that بي او دي 5 20 at الاي بتساوي 5، فهو عاوز ان عند الاي البي او دي تبقى 5 في درجه حراره 20، فاحنا هنعتبر ان درجه حراره الاستريم هو 20. اوكي، وكده يبقى انت مش عندك غير مجهول واحد اللي هو الايام، تمام، ومن الايام لما تجيبها اللي هي التي، لما تجيبها عندك الفيلوستي تقدر تجيب المسافه. كان المساله بتاعت دي بس بالشقلوب، انت المطلوب عندك المسافه، ما انت المسافه عشان تجيبها الديستنس عشان تجيبها محتاج تايم، فالتايم هو ده اللي عندك في القانون. انت عندك ال ال بي وعندك ال ال اي والكي عند درجه حراره 20، فانت مطلوب منك التايم. التايم لما تجيبه هتضرب التايم، انت عاوز الديستنس هتضرب التايم في الفيلوستي، يبقى انت كده عندك الديستنس. طيب ازاي بقى نفك الاي؟ هناخد لين للطرفين، تاخد لين هنا ولين هنا بس كده. حد عنده مشكلة في أفكار الشيت؟ احنا كده غطينا الأفكار كلها. حد عنده مشكلة؟ ده لا، إن شاء الله تمام يا باشمهندس. تمام، ثواني بس أخد الغياب كده، يبقى السكشن خلص. تمام يا باشمهندس، اتفضل. شكرا يا باشمهندس.